يعني. اهلا وسهلا. انت على المباشر توا ساعدين معنا ويشاهدوا فيك عديد التونسيين اللي قاعدين شادين ديارهم في الحجر الصحي اللي قاعدين نعيشوا فيه توا الوضعيه الاستثنائيه. دونك مرحبا بك ساعه في الحلقه الاولى من السيزون تاعنا الثانيه من برنامج سون ليميت. نورتنا ساعدين، وطبعا ديما نقول كونه فخر وشرف لنا انك تكون حاضر معنا ساعدين بنور. بارك الله فيك، عايشك عبد السلام، وتحية ليك وللفريق المواكب المباشر هذا. وراهو عندك برشا يكون مانيش نسمع فيك بكدا. احنا نسمعوا فيك واضح سالي. باهي طوم بيو علي. باهي سالي، احنا في عندنا فقرة اسمها نوافذ الفنون، الفقرة هذه خصصت اليوم في الجزء الأول منها معاك. دونك نحكيو فيها على مواكبة أو ريكاب معناها اللي قاعد يصير، انتشار الفيروس هذايا، كيفية الحد منه، تعامل التونسيين معاه. أنت كفنان سعلي بنور، مش كنائب شعب سابق ولا كسياسي سابق، كفنان توا، كيفاش شنو هي الانعكاسات نتاع الحجر الصحي والحظر الصحي هذايا اللي في تونس، اللي هو وضعية استثنائية مش متعودين بها المواطنين التوانسة، شنو هي انعكاساته على الفنان بشكل عام وعلى الثقافة بشكل خاص وعلى المبدع والممثل ولا الفنان بصفة عامة؟ على كل الجائحة هذه معناها كورونا، الوضع الخاص هذه واللي جبرنا باش نكونوا في الحجر الصحي، كان عندها أثر كبير 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 برشا على الميدان الشأن الثقافي وخاصة المبدعين والفنانين. أنت تعرف أنه الربيع معناها فترة الربيع الأنشطة الثقافية معناها هي تبدأ فيها وجهها، سواء كانت سينما أو مسرح أو أي نوع من أو الفنون التشكيلية معناها تكثر فيها المعارض. معناها دي جور أو لوندومان المبدع بصفة عامة، يعني الفنان بصفة عامة يلقى روحه في الشمال، يلقى روحه ما عنده ما يعمل حتى من جميع حتى شيء يشيلني. وكانت عنده مثلا مواعيد تاع عروض او مواعيد ابداعيه، يلقى روحه كيف دونك سي بريس ملاقي اوني او شوماج، هذا اوني او شوماج. هذا نحكي فيما يخص مثلا المسرح، ما فماش عروض مسرحيه، السينما ما فماش سينما، التصوير مثلا انا شخصيا مثلا نحكي على نفسي انا التصوير مثلا كنا نصور في فيلم وقف، كنا نصور في مسلسل وقف، كنا نصور هذايا معناها يخلي الفنان في وضع حرج جدا الان. وانت تعرف يا عبد السلام انه في تونس تجي وضعيات اللي تكشف معناها تكشف المستور، تجي مثلا كانت تسب المطر في تونس العاصمه تفضحنا في الاستركتور اللي عندنا الكل وهش شتها. الكورونا جاء وكشف هشاشة المنظومة الصحية متاعنا، جاء وكشف هشاشة التغطية الاجتماعية متاع الفنانين. عندنا برشا فنانين ما عندهمش تغطية اجتماعية، على برشا فنانين ياخذوا مثلا في الروتريت بتاعها 250 دينار، هل يعقل ان الفنان معناها ياخذ في الروتريت بتاعها 250 دينار مثلا؟ لكن التعاونيه الفنانين التونسيين تحت قائمه الواجب مع التعاون الكبير مع وزاره الثقافه، وانت تعرف ان وزاره الثقافه خلقت انكاس صندوق سموه صندوق الدفع الثقافي. ابني الصندوق هذايا فيه برشا ناس تبرعت، فيه برشا فلوس، والصندوق هذايا ما تجعل للظرف الخاص هذايا باش يجي باش يعاون الكبار المبدعين اللي هما او شوماج، والمبدعين اللي هما ما عندهم حتى شيء الان، ما عندوش ما ياخذ، فما فنانين مشاكل ما عندهم تاخذ، ما عندهاش فلوس، لانه كان معمل على عرض ولا كان معمل على 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 فيلم ولا على 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 على, 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 على اي تظاهره كانت كان يخلص منها ما يقرأهم غير فلوس. مع العلم ان الوزاره قامت معناها تقريبا تعهدت باش تخلص
المستحقات الفنانين والمبدعين من 2017 ما خلصوش، فمن 2017 ما خلصتش، ومن 2018 و2019 يعني. شوف انت وقت تشوف التراكمات هذه الكل تلقى انه القطاع الثقافي كونتيرمون اسكو معناها اسكو بونس هو متضرر بصفه كبيره. يعني طبعا كان كل واحد هي القطاعات الكل تضرر، اما احنا كي نحكي الان على القطاع الثقافي راهم بالضبط بصفه كبيره، والوزاره يلزمها تتدخل وبسرعه. قاعدين قايمين بالواجب هذا احقاق الحق، معناها تحلت معناها الدوسيات، فما اي بلاتفورم اللي تقبل فيها لي دوموند، عطاوا معناها وقت معين باش الفنانين معناها يعملوا مطالب معناها استحقاقيه معناها في الصندوق هذايا. وان شاء الله نشوف لك ان شاء الله تكمل على خير، ودي كونفينمون يصير معناها تدريجيا ان شاء الله في اقرب وقت باش نرجع للحياه العاديه ان شاء الله. ان شاء الله سي علي، شكرا لك على قبولك الدعوه وحضورك معنا في الحلقه الاولى من برنامج سوليميت. سيوسري سيوسري البواب يقول لك رايك في الاعمال، سيوسري البواب زميلنا يقول لك رايك سي علي في الاعمال الدراميه نتاع السنه. لا مش تحرجني، قاعد تحرج فيا راك. لا رايك كمشاهد مش كفريق. والله طلب الناس المتابعين سي علي. طلب الجمهور اللي تابع فينا. اوزر هو اوزر كل عام كل عام وقفنا. السنه اتضح طبعا الكورونا هي ما سهلتش، بالعكس صعبت الامور. الاعمال اللي يشوفوا فيها معناها انا اعتقد معناها متوسطه جدا في على مستوى الطرح، على مستوى الخرافه، على مستوى الخرافه. تعرف كلمه فماش خرافه لك ما عندك، كان ما عندك تقول للجمهور تعمل اللي تحب، تجيب اكبر تقنيه، تجيب اكبر مخرج، تجيب اكبر ممثلين، راك ما عندك ما توصل. المهم اهم حاجه في الاعمال الدراميه نقولها ونزيد نقولها راهي الخرافه. ايش عندك ما تحكي للجمهور؟ هذه الخرافة قينا الأثناء على مستوى الخرافة معناها فما بصراحة فما ضعف شوية، فما نقص، فما إخلالات. رجعت لبست جبة السياسي سعدية. رجعت لبست جبة السياسي تلطف فيها متوسطة دبلوماسية مش سياسية. ما نيش اسمع فيك انت. قالك سيوسري رجعت لبست جبة السياسي شوية لطفتها، قالك سي علي. بون هذيك هي دبلوماسية. اوزر مازلنا على خاطر انا اوزر ما نجموش نحكموا، اوزر ما نجموش نحكموا لان احنا مازلنا تو في الاسبوع الاول. مازال كمان مازال 3 اسابيع ينجم النفق يرتفع وتنجم تتحسن الامور. واضح سي علي، ما نزيدوش نحجوك اكثر فيما يخص الاعمال الدراميه. يعطيك الصحه كنت حاضر معنا، وان شاء الله رمضانك مبروك مره اخرى، وان شاء الله شهر طيبه، وان شاء الله تكون بعد لي كونفينمون تكون حاضر معنا في بلاتو كامل ان شاء الله سي علي بنور. شكرا لك. عايشك بارك الله فيك، شهر طيبه. يعطيك الصحه وشهر طيبه. نتعداو مباشره الى فاصل غنائي على المباشر من صديق